السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنستكمل الحديث عن أعمال الإسبراي بلاستر في السقف. طبعا إحنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الإسبراي بلاستر إزاي بنحف السقف أو بنشتغل بالجريندر. السقف ده طبعا زي ما إحنا شايفينه كده، بعد ما خلصنا حف بالجريندر وشفناها في الحلقة اللي فاتت، بننفذ طبقة اسمها بيس كورس أو طبقة أساس على الفواصل اللي بين البلاطات بتاع الخشب أو البلاي وود بالشكل ده. بعد كده في شركات بتوصف طبقة البيس كورس تاني بتدي بيها وش كامل على كامل السقف أو كامل السطح زي ما احنا شايفين كده، أو طبقة زي دي اسمها ميديم. طبقة الميديم دي احنا اشتغلنا هنا في السقف ده قسمناه نصين، النص اللي الناحيات دي اللي احنا شايفينه دون ده طبقة ميديم. الطبقة اللي هما شغالين فيها دي طبقة اولى فاين، هو بيشتغل طبقتين فاين، يعني بيخلص الطبقة دي فاين، بعد كده بيعمل طبقة تانية فاين او طبقة ناعمة، وبعد كده بيصنفرهم وبيبدأ في الدهانات. دي طريقة تنفيذ الاسبراي بلاستر في السقف. بيشتغلوا على اربع طبقات، بعد ما بيحف بيشتغل بيسكورس، بعدين بيملى السقف كله طبقة خشنة او طبقة متوسطة، بعدين طبقتين ناعمين، بعدين بيصنفر، بعدين بيشتغل الدهانات. احنا دلوقتي هنشوفه وهو بيخلص الطبقة دي ان شاء الله. طبعا ده السقف بعد ما خلصه طبقة فاين، وده السقف اللي عليه ميديم. بعد ما يخلص طبقة الفاين دي بالكامل بيبدأ يشتغل عليها الطبقة التانية وبيصنفرها وبيشتغل أعمال الدهانات. إن شاء الله إحنا بنحاول نقدم كل أعمال الدهانات بشكل إن شاء الله مفيد بحيث الناس كلها تستفيد. ما تنسوش تعملوا لنا متابعة وتدعمونا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.